ديال اليوم امام الغابون هي ظروف ربما لا تسمح بمزيد من الاخطاء بمزيد من التعثرات، خصوصا ان الجمهور المغربي لحد الساعه القليل جدا الحاضر هنا بالملعب ربما يرسل ايضا رساله للفريق الوطني، اكيد ان مسؤوليه تقع على عاتقكم، مسؤوليه كبيره وكبيره جدا. المسؤوليه من كتحمل القميص ديال المنتخب الوطني كتكون ديما مسؤوليه كبيره، فكنتمنى يعني يحضر شويه ديال الجمهور، مي سي سور كتعرف الجمهور من ما تكونوش النتائج فصعيب يعني تيكون الحضور ديال الجمهور، فخصنا نحاولوا ناخذوا هذه المقابله بجديه باش ان شاء الله نوجدوا مزيان لكوب دافريك ان شاء الله. طيب على مستوى الفريق الوطني، العناصر التي تشكل الفريق الوطني اليوم، هناك خليط مزيج من لاعبين المحترفين وبالنسبه اقل لاعبين محليين، لكن ربما حتى على مستوى الخبره فهناك الفرق ربما بين لاعبين واخرين. بامكان هذا الفريق بهذه العناصر ربما انا ننتظرها مره اخرى تحمل القميص الوطني، بامكاننا ان نحضر فريق وطني في مستوى التطلعات، اولا الجمهور ثم امامنا كاس افريقيا ستنظم بالمغرب، بامكاننا في هذه الفتره في اقل من 9 اشهر ربما على انطلاق منافسات كاس افريقيا بالمغرب، بامكاننا تحضير فريق وطني في المستوى. سيفري كان واحد الروتار المنتخب كذا واحد شويه ديال الروتار في التحضيرات، ولكن يعني خصنا دابا غاتخابي لو طون بيردو باش نكونوا واجدين لاكوب دافريك، فكاين هذا الماتش ومن بعد يعني من بعد في لافان ديال لي شامبيونا غادي يكون واحد ستاج كنظن غيكونوا فيه شي 3 مقابلات، ويعني غادي نشوفوا يعني اش غادي يديروا لا فيدراسيون، وكنتمناو يعني الجروب لي غادي يكون يعني في المستوى لاكوب دافريك ان شاء الله. شكرا.